خير، صباح النور، صباح أجمل العطور، صباح الخير عليكم كاملين، الصباح الجميل. أصبحنا وأصبح الملك لله. لفة بسيطة على الساحة من الخطيب، ثم نجوب هذا الشارع، شارع سليمان رضا، في هذا الصباح الأنيق. صيدلي اسمه رشد، وريكم فين كاين عبد الغفور مول التليفونات. هاد السيد غزال معلم بالصح هنا في هاد التريبة هادي ديال نافورة العراقي في الملحة. هنا المحل ديالو الريدو بالكحل، السيد معلم أقولها وأشهد عليها. تبارك الله عليكم، هاد الصباح الجميل لي جون فرونسي و تجزئة السمارة. ساحة مكة خاوية على عروشها، وما زالت الإصلاحات على مستوى شارع خالد بن الوليد. هذا من هنا كينطلق شارع الجيش الملكي. شارع خالد بن الوليد هو هذا اللي كتشوفوه، زاد الإصلاحات فيه. إصلاحات على قدم وساق، كما كتلاحظوا ناس صالحين خدامين، الله يجيب التيسير الله يعاونهم. تلاحظوا ذا لويس بيبيس أعمل سريه المفعول. هذه هي لويس بيبيس، أسست إسبانيا الدهر ديالها. وهنا كما قلت لكم في شارع خالد بن الوليد أشغال سائرة. رجل تيسير هانتوما أشغال على قدم وساق. الله يحسن عون هاد الساكنة اللي ساكنة هنا، يتمحنوا شوية مع هاد الغبرة، مع هاد التكرخيط حفر، ولكن فيها خير. كمل الله إن شاء الله تيسر الأمور. شارع إيش، عام تحية لصاحب كافي ذهب، مقهى ذهب. هذه مقهى ذهب، تحية ليه، حنا عطانا قهوة الله يعطيه الخير، شكرا لكل الكرماء. الله يكمل بخير، كلكم تجيو تشربوا عنده قهوة، راه غزالة، الثمن غزال. صباح مبروك لكل العرائشين وكل المغاربة، كل حدب وصوب. هذا هو شارع القاهرة. الدروب ما عرفت سميته، الصباح الهادئ. تبارك الله عليكم، الله يسر الأمور للجميع. اكتشفوا معنا هذه الدروب الجميلة الأنيقة
في الجنة قريبة كي تهضري. ايوا قول رائش كراء الكوستيم. بنات القاهرة نسبة إلى شارع القاهرة كيمشي طويل حتى الإعدادية ديال الحسن الثاني ومسجد النعمان. تحية ساكنة جنان قريوة. هذا المسجد ديال جنان قريوة واحد. جميل. هاي جبتي سير الدنيا مخضرة. الله يجيب التيسير، الله ييسر الأمر في هذا الصباح. أشغال قائمة على قدم وساق. شارع خالد بن الوليد هذا الشارع محمد بن عبد الله. حتى هنا مازال خص بافي جاي الخير إن شاء الله. الاليات ديال العمل بافي غادي يكون وتكمل الباهيه وتولي ان شاء الله المدينه غزاله بحول الله. فندق طنجه سحت مانوزي. هو الشارع الأبينيدا هو هذا معروف كيعرفوه العرائشيين شارع أبينيدا أو شارع مالك بن المرحيل. أشهر الشوارع خاوي في هذا الصباح هذا من آخره انتظار مجيء كليان. تحياتي شارع الحسن الثاني الآن بعد شارع ملك بن مرحيل. شارع الحسن الثاني هذا الدور أيلة السقط الله يحفظ. والله السلامة لا تسقط على شي حد. تيتي فروتين نخيل أهرام مكتبة الأهرام مكتبة القديمة. هذه الزنيقة اللي فيها مكتبة الثقافة ومكتبة السبتي. والدكتور مباركي كذلك ديال السنان دكتور في المستوى فتح العيادة ديالو قبل دار السيد العامل. وشارع محمد الخامس ساحة التحرير كختام هذا اللقاء الصباحي. أشغال
أهلا الحباب، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.